He's in his spirit, man. He's got the spirit. It's a man. He's got the spirit. احنا قوة امنين لتأمين تنفيذ القرار. والله يشوف هو من حيث المبدأ الاعمال هذه هي اساسا فيها جانب فني. والخدمة هذه راهي في الاخر تعود بالنفع للبلاد اقتصاديا وحتى اجتماعيا. الكاسيون تاع الماء اللي معناها تابس عدد كميات كبيرة والعاصمة تختنق، راهو كل هذايا من الاسباب. شنو هو الاسباب نتاعو؟ هو البناء الفوضى. ثم صعوبات تعترضنا، ثم تصدي. سمعنا اجتماعات. الواحد شو يعمل؟ شنو باش نعملوا؟ الناس تلفوه لا خطبوه بعزات، لا اش نعملوا؟ اش نعملوا؟ وما زالت الحلقات متواصلة، وما زالوا حماة الوطن في الأسلاك الأخرى، وإن شاء الله نوعدوكم شنكونوا في قلب الحدث. تابعوا برامج الجنوبية.